أحلام، اسم جميل لكن للأسف واقعها مرير. في حي شعبي في قلب تونس العاصمة تعيش أحلام، امرأة عندها 38 سنة، شكلها أكبر من عمرها، علامات التعب باينة على وجهها. أحلام عاملة جينز، بتاخد فلوس قليلة مقابل جسمها، ده قدرها اللي بتحاول تقاومه كل يوم. شقتها صغيرة، حيطانها قديمة وباين عليها التعب، لكن بالنسبة لأحلام دي حمايتها الوحيدة. المكان اللي بتهرب فيه من نظرات الناس القاسية، من كلامهم اللي بيجرحها، ومن نظرة المجتمع اللي بتحسها زي السكينة في قلبها كل يوم. في الأوضة الصغيرة دي بتتذكر أحلام أحلامها القديمة، أحلام بسيطة عن الحب والجواز، عن عيلة سعيدة وحياة هادية. لكن الحياة عندها حسابات تانية، حسابات صعبة وقاسية ما بترحم حد. بتتنهد أحلام وبتمسح دمعة بسرعة، مفيش وقت للبكاء ولا وقت للندم، لازم تكمل طريقها عشان بنتها الوحيدة. بنتها هي النور الوحيد في حياتها الظلمة. أحلام كبرت في عيلة بسيطة، أبوها كان شغال في البناء بيحاول يصرف على بيته، كانت هي الأخت الكبيرة لثلاثة أطفال. كانت أحلام بنت ذكية نفسها تكون مدرسة، كانت عينيها بتلمع وهي بتتكلم عن حلمها، لكن للأسف الفقر كان أقوى. أحلام اضطرت تسيب المدرسة وعندها 14 سنة، كان لازم تساعد أبوها في مصاريف البيت. اشتغلت أحلام خدامة في البيوت، شغل متعب ومرهق والفلوس قليلة، لكن عمرها ما اشتكت، كانت بتحلم بيوم أحسن، يوم تقدر فيه تحقق حلمها. أحلام اتجوزت وهي عندها 20 سنة، شاب من نفس منطقتها، كان ما بيشتغلش لكنها حبت طيبته وفكرت إنها تساعده يلاقي شغل. بعد سنة أحلام ولدت بنتها، فرحة الأمومة غمرت حياتها، لكن المشاكل زادت. جوزها ما قدرش يلاقي شغل كويس، بدأ يشرب خمرة ويضربها. أحلام استحملت كل حاجة عشان بنتها، كانت خايفة عليها تضيع منها. في يوم من الأيام جوزها رجع البيت سكران وضربها ضرب مبرح. في الليلة دي أحلام قررت تهرب، هربت مع بنتها لبيت أهلها، لكن الوضع ما كانش أحسن، بقت لازم تصرف على نفسها وعلى بنتها في ظروف صعبة. أحلام ما لقتش حل غير إنها تشتغل في المقاهي الشعبية، شغل متعب ومرهق والفلوس قليلة. الفلوس دي ما كانتش كفاية عشان تعيش بنتها،